ينضم إلينا من دبي محلل أسواق مالية في إكويتي جروب رائد الخضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات بالمجمل. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. بداية، ما هي أبرز البيانات الاقتصادية المنتظرة خلال تعاملات هذا الأسبوع؟ وأيضا كيف ترى أداء مؤشر الدولار بعد بيانات تتحدث عن مستوى العمل والتوظيف في الولايات المتحدة؟ طبعا مؤشر الدولار الامريكي يرتفع فوق مستوى قريب من مستويات ال 110 بنتيجه البيانات التي صدرت يوم الجمعه، والتي اظهرت انه في عندي بقراءه النون فارم بيرول او قراءه الوظائف الغير زراعيه الامريكيه، ان الاقتصاد الامريكي قد اضاف عدد وظائف اكثر من المتوقع عند 315 الف وظيفه، وهذا من شانه ان يحقق الايجابيه ان صح التعبير فيما يتعلق بسوق العمل. بالنسبه للقراءه الثانيه التي هي جاءت أقل يعني أعلى من المتوقع، هي مستويات البطالة عند 3.7% مقابل التوقعات عند 3.5%، والكثير قرأ هذه القراءة بطريقة سلبية، ولكن إذا نظرنا إلى الparticipation rate أو نسبة المشاركة نرى أنها أيضا ارتفعت، أي بمعنى آخر العينة نفسها التي يقيس فيها عدد الوظائف الغير زراعية توسعت، وبالتالي بزيادة المشاركة ممكن أنه يرتفع عندي البطالة بعض الشيء، ولكنها لا تزال متدنية بشكل كبير، أي بمعنى آخر البيانات تأثيرها المتوسط إلى طويل الأجل تأثير إيجابي جدا، وبالتالي يضع أمام الفيدرالي يعني ضغط إضافي إلى أن يتجه إلى مزيد من رفعات أسعار الفائدة، وأن الاقتصاد الأمريكي يتحمل هذا الأمر. نعم. بمعنى آخر رأينا الدولار الأمريكي يرتفع بهذه القوة. يوم الخميس القادم ننتظر، أو عفوا خلال هذا الأسبوع في 8 الشهر راح يكون عندنا موعدنا مع المركزي الأوروبي، وأول يعني قراءة مهمة خلينا نقول لهذا الأسبوع. نعم. قد تؤثر على الأسواق بشكل كبير. نعم، ما هي توقعات لقرارات المركزي الأوروبي تحديدا في ظل هذا التراجع الذي يعاني منه اليورو؟ هل نتحدث عن 75 نقطة أساس؟ وأيضا يعني كان هنالك توقعات لجولدمان ساكس تحديدا فيما يتعلق ببنك إنجلترا و50 نقطة أساس إضافية. لا أعتقد المركزي الأوروبي هو يعني مجبر على رفعة ال 75 نقطة أساس، ولكن إذا توجه بهذا الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس فلا بد أن نرى برامج تيسير نقدية من المركزي الأوروبي، وعودة مرة أخرى إلى برامج تحفيزية أكبر، لأنه إلى يعني هناك خيارين يعني كلاهما صعب بالنسبة للمركزي الأوروبي. أولا تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم المرتفع، وفي نفس الوقت عدم قتل النمو الاقتصادي من خلال سحب السيولة من الأسواق، فبالتالي أعتقد المركزي الأوروبي سيلوح بخيارات تحفيزية في نفس الوقت الذي يقوم به برفع أسعار الفائدة، لأنه هدفه من رفع أسعار الفائدة هو مكافحة التضخم، هدفه من البرامج النقدية ممكن يكون دعم سوق السندات، دعم بشكل مباشر أو توسعة دعمه لبرنامج شراء السندات. نعم. من للدول المتعثرة داخل المنطقة الأوروبية. نعم، وفيما يتعلق أيضا في بنك إنجلترا، هل نتوقع أن يكون هنالك رفع ل 50 نقطة أساس؟ وأيضا يعني أخذنا الحديث مباشرة على اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة تحديدا وتأثيرها على باقي العملات، إذا ما تحدثنا عن الين الياباني أيضا. يعني إذا نتحدث عن المركزي البريطاني ورفعت 50 نقطة أساس، أعتقد سوف يضطر إلى رفعها، ولكن الوضع في المنطقة البريطانية يتحمل وجود سياسة تحفيزية لفترة ممتدة أكثر. أعتقد حتى أسعار الفائدة نوعا ما بالنسبة للمركز البريطاني هي تستطيع البقاء مستقرة بعض الشيء، وهذا هو السبب الرئيسي لتراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي. أولا عندهم التضخم بدأ يصبح من مرتبتين فوق مستويات العشرة بشكل واضح، وبنفس الوقت عندهم ضعف في النمو الاقتصادي بشكل يعني، وهذا الوهن نتيجة ستاغفليشن على وجه التحديد، بالتالي يحتاج المركزي البريطاني أن يبقي على سياسة تحفيزية. مبدئيا رفعت 50 نقطة أساس يعني ممكن أن تكون نوعا ما متوقعة وبشكل كبير جدا، ولكن الإقدام على مزيد من الرفعات صعب جدا. بالنسبة للمركز الياباني فهو بعيد كل البعد عن التوجه نحو أي رفعة في أسعار الفائدة. نعم. وإنما الإبقاء على سياسة يعني التحفيز مستمرة، لذلك نرى أن مستويات 140 للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني أصبحت البنش مارك لتعاملات هذا الزوج. نعم، محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ رائد الخضر كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.